بعد أن أقر مجلس محافظة صلاح الدين موضوع الجباية على الدور السكنية وسبب نقص الميزانية والموارد المالية محافظة صلاح الدين بسبب الأزمة المالية اللي يمر بها العراق، تم التعاقد مع شركة متخصصة من التنظيف من المحافظات الشمالية. هذه الشركة متخصصة وتسمى شركة المصيف، متخصصة بعمل التنظيف ومجهزة بأحدث الآليات الخاصة بالتنظيف، وقد باشرنا العمل بإشراف بلدية تكريت منذ يوم أمس، حيث أن الآليات منتشرة منذ الصباح الباكر في مدينة تكريت وأحياها بالكامل لتغطيها ولترفع النفايات المتراكمة خلال الأسابيع المضت. موضوع الجباية هو أنه كل وحدة سكنية أو كل دار سكني سوف يقوم بدفع مبلغ 5000 دينار شهرياً لقاء رفع النفايات يومياً أو بين يوم ويوم من الدور السكنية والمحلات والشوارع الرئيسية في تكريت. هذا الموضوع قالت اتجهت فيه الحكومات المحلية بسبب نقص الميزانية وعدم وصول المبالغ إلى المحافظات بسبب الأزمة المالية التي يمر بها العراق. هذا الموضوع، ودن أعرج إلى موضوع مهم، هذا الموضوع هو موضوع وقتي لحين تحسن الوضع المالي وزيادة تخصيصات المالية لبلدية تكريت أو المحافظات الحكومات المحلية من قبل حكومة المركز، وإن شاء الله سوف نقوم بتوزيع الحاويات والأكياس النفايات إلى الدور السكنية ليسهل لنا عملية رفع النفايات. وشكرا. المهندس نصيف جاسم كاظم، مدير بلدية تكريت. الشركة المتخصصة لرفع النفايات التي تم العقد معها قبل يعني الأسبوع الماضي، واليوم إن شاء الله هي ثاني يوم مباشرة في العمل في مركز المدينة، بل هي يعني هي راح طبعا بالبداية راح تكون صعوبات على المواطن، لأن هي جباية على حساب المواطن وليس على حساب الدولة. هي جباية لكل وحدة سكنية 5000 دينار، والمحلات حسب جدول موجود هي حسب قرار مجلس الوزراء اللي منص به على كل محل إلى فئته. راح تكون صعوبة، هي صعوبتها كجباية أوليا، بس احنا ان شاء الله نريد النجاح لنجاح هذه العملية حتى لا تكون العبء على الدولة، وتقول الدولة يعني بس يعني هي اكو اشكالات تصير في الوقت الحاضر، تصير صعوبة يعني، بس احنا نتأمل ان شاء الله النجاح ولكل محافظات العراق وليس في تكريت حصرا. طبعا هي اجور العامل سابقا هي كان 7000 دينار لا تكفي، و7000 لا تصرف خلال شهر، يعني هسه احنا تقريبا هذا الشهر الثاني العامل ما ماخذ راتب. فاحنا يعني عبر قناتكم ان نوجه ندائنا الى كافه المسؤولين، لو هو يكون الراتب مالته المسؤول اي واحد يتاخر راتبه يقبل؟ يعني هسه عضو مجلس المحافظه لو يتاخر راتبه 5 ايام مو يقول بالكائنات؟ كون مجيدنا جو عبد الله مدير قسم الخدمات بلدية تكريت.